ايه اللي عامله في نفسك ده؟ مستنياك يا حبيبي، قلت يمكن تعوز حاجه. انت تؤمر وانا عليا الطاعه. يا منجي من المهالك يا رب. يخص عليك يا فواز، بقى انا عامله لك كل ده ومستنياك عشان ارضيك وانت تقول كده. هو كل ده مش عاجبك يا حبيبي؟ لا عاجبني طبعا يا حبيبتي، عاجبني قوي. فواز اشتقت لك حياتي، ليك الواو ابوس الواو خلي الواو يصح. شفت الواو ابوس الواو خلاص الواو بحر. عملت لك عشا يا حياتي، فتوش وتبوله وعرايس، قلت اكيد هتيجي من الشغل تعبان. وفيها انهار في يا عيون انهار. انا عايزك تسيب نفسك خالص النهارده، واللي نفسك فيه تشاور عليه، وفي غمضه عين هيكون قدامك. استر يا اللي بتستر. مالك يا حياتي، ده احنا حريمك وحلالك اللي ربنا قسم لك بيه. ربنا يكفينا شر المستخبي. ما هو اصل ربنا لما يبقى راضي عن حد بيحبس فيه خلقه. وانت بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حبايبك كتير قوي يا حاج، واحنا الليله دي سهرانين عشان خاطر عيونك. حتى انت يا هدى انضميتي للحزب. حزب؟ حزب ايه بس يا روح هدى؟ احنا الليله دي متعهدين اننا نريح قلبك ونبسطك، ولو عايزنا نشيلك جوه عيوننا هنشيلك يا حاج. انت يا هدى، انت ده انا بتكسف ابوسك يا هدى. وتتكسف ليه بس يا روح هدى؟ خد راحتك، ده انت جوزي وحلالي وربنا محللي معاك كل حاجه. ترتر يا هدى، حطها في وشك ترتر. لا اله الا الله. لا انا لازم افهم بقى القصه دي، ولا دي حفله عشان طلقت الرابعه؟ اسم الله عليك، هو ده. انا مش فاهمه ما بنجيبش جنايني ليه بدل هده الحيل اللي احنا فيها دي؟ انت اتهبلت يا بنت؟ عايزه الحاج يدخل علينا رجاله؟ يا اختي مش هنعرف ناخد راحتنا خالص. يا اختي تويكسي، ده كل ولاد الزواج عندهم جنايني وغفير وبواب وسفراجي وطباخ. الله، ده انت عايزه تقلبي لي البيت مركز شباب بقى. لو قولي لي يا سميحه، عملت ايه يا اختي في حكايه المربيه؟ وانا حد عبرني؟ يلا يا كدابه، تلاقي الشويتين بتوع الدار ما دخلوش على الحاج وقال لك اضربي دماغك في الحيط. انا كدابه يا انهار؟ ايوه. وديني لطحي. ماشي يا انهار، ماشي انا فايتها لك. امشي. اقعد الطريق. طب حزبي صبري يا اختي، خليه يغزها. هي مال سميحه مهتميه قوي بالحكايه دي؟ هي كده طول عمرها محدثه يا محدثه. بقول لك يا انهار، احنا يا اختي لحد دلوقتي ما عرفناش للحاج اي خروجه ولا فتحنا معاه الموضوع ده. لا ما انا خلاص لقيت لي سكه هنعرف منها كل حاجه. بسم الله ما شاء الله عليكي. سكه ايه يا اختي؟ يلا يا بت من هنا. يلا يا بت يا هبله. يلا يا هبله. حبي يا اختي. يا سلام، ده انت تأمريني امر يا بنت اخويا. بس افهم الاول هو في ايه؟ الله، وانت بتشتكي من فواز ولا حاجه؟ حاضر يا ستي حاضر. خلاص غدايا عندك النهارده، عاوزك بقى تعملي لي اكله من ايدك الحلوه دي. ماشي؟ عينيك بيه يا نهار. الف مليون سلام، مع السلامه. بالراحه يا ابني انت، هو على البضاعه بالراحه في على مهلك. هات ابوك اي بالوارد اول باول. شغال اهو يا حاج. ماشي. صباح الخير يا عمي. عمرو اهلا. عمورك ابن اخويا حبيبي. ازيك يا عمرو؟ يا تصدق يا ابني والله ما انا مصدق ان انت هنا في المحل. معلش يا عم، انا عارف والله اللي انا مقصر، بس انت عارف بقى المذاكره وجع الدماغ اللي الواحد فيه. ان شاء الله ناجح ومن الاوائل كمان ان شاء الله. وديتك علي، شاور على اي حاجه نفسك فيها، هتبقى عندك في غمضه عين. انا مش عايز ايديا يا عم. انا عاوز ايه؟ عاوز انت مكسوف. انا عايز اشتغل يا عم. اشتغل مذاكرتك والجامعه.
يا ابني اذا محتاج حاجه قول لي. يا عم مش مساله محتاج، انا يعني انا عايز اشتغل وما تقلقش، يعني الشغل ده مش هيأثر على مذاكرتي. انا اصلا بفكر افتح مشروع جوه الجامعه. وجامعه ليه يا ابني؟ جامعه ليه؟ ما تشتغل مع اخواتك، وهم كمان بيشتغلوا عند اخوك فواز. يا عمي انا مش عايز اشتغل معاهم، انت عارف. انت بتتخانق معاه ولا يكونوا زعلانين؟ مش مساله زعل ولا حاجه، بس يعني بص يا عمي خليني مع نفسي احسن. انا حابب اشتغل في شغلانه كده وابتديها واحده واحده لغايه ما اعمل نفسي. صدق يا علي عمر، انت الوحيد في اخواتك اللي فيك عيب صياد، الباقي كلهم فالصو براني، انما انت مننا وزينا. عشان كده يا عمر انا هقف وراك في اي حاجه نفسك تعملها. طول ما انت ماشي بقول لله ربنا يا ابني هيحقق لك كل احلامك ان شاء الله. على خيرة الله، وانا بضاعتي حضر. تمام يا حاج، لازم بقى تختار اللي هيعرضوا هدومك. ستات يعني؟ لا لا لا، حض الله. حض الله ايه يا حاج؟ احنا بنتكلم في عرض ازياء، عرض ازياء يعني لازم يكون فيه موديلز عشان تعرض المنتجات بتاعتك. ما ينفعش نعرضها على شماعات. شماعات؟ شماعات ايه يا حاج؟ عرض ازياء تعرض فيه هدومك على شماعات؟ احنا بنتكلم عرض ازياء كبير، في مصممين من دول العالم هيحضروا، في ناس تقيله هتحضر. تقول لي شماعات يا حاج؟ خلاص دي مش بالي حكايه ان الستات تتمشى وتتغندر والجو ده قدام العيون تبقى مبحلاها قد كده، واشيل انا بقى الذنوب دي كلها؟ ده الواحد بيتشعبط في رضا ربنا، تقوم تشيلني ذنوب يا عم حنفي؟ ذنوب ايه بس يا حاج؟ هو احنا لا سمح الله هنعرض مايوهات ولا هدوم عريانه؟ ده كله عبايات وطرح ولبس محجبات. ويمكن واحدة مش محجبة يعجبها لبس المحجبة فتشتريه ونكسب يا حاج؟ نكسب ثوابها، ثوابها يا حنفي. حنفي عايزك زي ما بتفكر دايما في مكسب الدنيا، فكر في مكسب الآخرة. مش هتبذل مجهود، لأن مكسب الآخرة ده ربنا يبارك لك في ثواب الدنيا ومكسب الدنيا فيتضاعف، تخيل. بس دي فكرة حلوة. تمام. قلت ايه؟ طالما بما يرضي الله على البركه. ايوه يا حاج. لا هو لسه ما وصلش، انا كلمته اكتر من مره على تليفونه وكان بيدي جرس وبعد كده الموبايل اتقفل. حاضر حاضر، كن راح فين بس ده يا ربي. ايوه يا شحاته، بقول لك ايه، ما شفتش الاستاذ زكي؟ بقول لك ايه يا هناء، انا مش فاضيلك، انا عندي شغل. ثانيه واحده، انت يا عم انت، انا عايزك تشيل كل الدبابيس اللي في العبايات دي، مش عايز الاقي دبوس ولا الاقي ورقه محشيه ولا في ناس هتلبسه وتقيسه، فهمني طبعا. ايوه يا ناء، متضايق ازاي يعني؟ ايه تلاقيه متخانق في البيت ولا حاجه، ولا اصطبح بوش مراته؟ ما هي دي الاصطباحه اللي تقلب السحنه. تمام كده يا استاذ شحاته؟ تمام تمام. عيني هناء، انا اتعورت هناء. ازيك يا هناء؟ اخيرا يا استاذ زكي، خلاص الشحاته وصل اهو. انت فين كل ده يا استاذ زكي؟ انا قلبي عليك الدنيا ومش عايزك يعني تقفل موبايلك. معلش اصله فصل مني شحن من كتر التليفونات اللي عملتها النهارده. هو في حاجه ولا ايه؟ الحاج جوه مع الراجل بتاع الدفيليه وعايزك ضروري. بقول لك ايه، انت شكلك كده متضايق، في ايه؟ لا موضوع كده ما تحطيش في دماغك. نورت يا حنفي، ربنا يخليك يا حاج. نورت، وزي ما اتفقنا. حاضر يا حاج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ الله. انت بتقول ايه؟ وما كلمتنيش ليه؟ ما انا عارف انك مشغول يا حاج. مشغول ايه؟ هو في حاجة أهم من كده يا زكي؟ أنت بتهزر؟ أنت غلطان يا زكي غلطان. كان لازم تقول لي أول ما تعرف حاجة زي كده، مش تروح تختفي وكمان ما تردش على تليفونك. والله كلمت له ناس كتير عشان نلاقي مستشفى كويسة وتكون معاودة بالسعر، وأنت عارف بقى صفوة الظروف يعني بتاعته، يا دوب على القد. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تفرش دم يا زكي، يلا بينا. على فين يا حاج؟ على فين ده إيه على صفوة؟ ولا فاكرني هسيبه في ظرف زي ده؟ أيوة بس أنت عندك مواعيد كتير أوي يا حاج. مفيش حاجة أهم من اللي هنعملها دي دلوقتي. اسمع، جيب معاك فلوس من الخزنة، يلا.
لا 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 لا، الحاج فواز مش ممكن يعمل كده ابدا. يا بنتي يا هبله، هو انت مش كنتي قاعده معانا وهو الحاج بيقول بعظمه لسانه؟ بس تصدقي هي بردك فكره حلوه قوي، واحده يا اختي كده منينا تروح كده على سنجة عشرة وهي نفشه ريشها. ريشه ده اللي يتنفش ده على اساس انك فاهمه بيعملوا ايه في البتاع ده ولا ايه؟ اه طبعا، امال انت فاكره ايه؟ عارفاه طبعا، ده اسمه ديفيلي. الديفيلي ده اللي هو عرض الازياء، اللي هو النسوان تبقى لابسه كده وقاعده تتفرج على البنات رايحه جايه كده بالازياء بتاعتها، تقوم انت كده قاعده بقلاطه ولما يعجبك حاجه تشاوري عليها بردك بقلاطه. وانت يا بنت انت عرفتي الحاجات دي منين؟ طبعا من التلفزيون. ليه؟ هو انت فاكراني جهله زيكم؟ لمي نفسك يا سميح. الله، الحق عليا اللي بنوركم يا انهار. شكلك شبشبي وحشك يا سميحة. لا يا حبيبتي، لا انا هسكت لك برضك المرة دي. انا عايزاكي ما تسكتي. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا جماعة، ده وقته. استغفر الله العظيم يا رب. لا طبعا مش وقته، شيطان ودخل علينا فجأة. لا اله الا الله، حقك عليا يا حبيبتي ما تزعليش. وانت ما تاخديش على خاطرك مني يا روحي. بقولك ايه، ما تجيبي بوزة. انا مش عارفه ايه البرود اللي انتوا فيه ده يا اختي. اسم الله، وانت اشمعنى يا اختي المره دي مش علناها؟ بقى الحاج فواز، الحاج فواز اللي ما بيسيبش فرض وبيصور بيت ربنا كده ويملس على بابه، يعمل اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ يعمل ايه يا بت؟ انت مالك على طول مقفوره لنا كل حاجه كده؟ مش عارفه ايه المشكله، ده شغل عادي يعني. عادي ايه بس؟ الحاج فواز هيجيب بنات ويمشيها كده قدام الناس وتتقصع بهدومه؟ يا بنت تتقصع ليه؟ دول هيلبسوا العبايات والطرح. ولو الحاج برضه ما يعملش كده، ولو فكر لازم نقفله ونفهمه انه كده ماشي في سكه حرام. حرمت عليك عشتك يا بعيده ان شاء الله. صدقي يا بنت يا هدى ان انت فقريه، انت يا بنت عايزاه يرمي علينا يمين الطلاق كلنا في طلعه واحده؟ سيبك من البنت الهبله اللي قاعده جنبك دي وركزي معايا وقولي لي البتاع ده بيلبسوا له ايه. لا 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 لا، انا مش رايحه المكان ده خالص. خلاص يا حبيبتي اتركني على جنب بعيالك وهتقعدي مع العيال كلها بقى مره واحده، خلي الكبار يتكلموا. الله عليكي وعلى مزاجك. قولي لي يا عيني هتلبسي ايه؟ مش عارفه يا اختي.